الآن نبدأ مع التبويب الثالث للتكاليف، وهو تبويب التكاليف حسب علاقتها بوحدة التكلفة. في هذه الحالة ستبوب التكاليف إلى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. فلو بدأنا نتكلم على التكاليف اللي هي الكوستس، في منها مباشرة دايركت، وفي غير مباشرة indirect. ولفظ indirect or overheat، يبقى indirect يعادل overheat. لو بدأنا نتعرف على كل نوع من أنواع التكاليف، فالمباشرة هي تلك التكاليف التي يسهل تتبعها لوحدة تكلفة معينة. هنا وحدة تكلفة معينة بتكون موضوع قياس تكاليف الكوست اوبجكت، فيسهل التتبع easily traced. إذا كانت التكاليف يسهل تتبعها، يسهل تبقى دي مباشرة. التكاليف غير المباشرة، تلك التكاليف التي يصعب تتبعها لوحدة تكلفة معينة اللي هي موضوع قياس تكاليف معين cost object، أو تلك التي يشترك في الاستفادة منها أكثر من وحدة تكلفة difficult traced. إذا كان في سهولة التتبع لبند التكلفة، دي تصنف على أنها مباشرة. إذا كان يصعب التتبع أو يشترك في الاستفادة منها أكثر من منتج، سواء ده أو ده، في الحالة دي تعتبر تكاليف غير مباشرة. معايير التفرقة ما بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة، هذا الجدول يبين الفرق بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة من ناحية سهولة التمييز العيني للنفقة. إذا كان يسهل تمييزها عيني بالعين المجردة، أقدر أحدد إن بند التكلفة ده يخص هذا المنتج بعينه، يبقى في الحالة دي يصبح تكاليف مباشرة. إذا كان يصعب تمييزها بالعين، تمييز العيني، بدي تكاليف غير مباشرة. المعيار الثاني، سهولة التخصيص المالي للنفقة. إذا كان من السهل تخصيص مبلغ التكلفة على وحدة تكلفة معينة، في هذه الحالة تبقى تكاليف مباشرة. إذا كان يصعب تبقى تكاليف غير مباشرة. ثلاثة، الأهمية النسبية للنفقة. إذا كان بند التكلفة مرتفع نسبيا، بتبقى تكلفة إيه؟ مباشرة. إذا كان نسبته منخفضة إلى حد ما، تكلفة غير مباشرة. هنا لو حبيت أقول سؤال، هل هناك تكاليف مباشرة بطبيعتها وأخرى غير مباشرة بطبيعتها؟ في الحالة دي الإجابة على هذا السؤال تتم كيف؟ ما أقدرش أقول يعني إيه بطبيعتها، يعني هذا البند مباشر باستمرار وهذا البند غير مباشر باستمرار؟ الإجابة لا، لأن في أوقات معينة عند وجود سهولة التتبع لوحدة تكلفة معينة تبقى تكاليف مباشرة. إذا بقى أصبح من الصعب التتبع ينقلب إلى غير مباشر، يبقى البند قد يكون مباشر وبعد فترة ينقلب إلى غير مباشر والعكس صحيح. كذلك من ناحية الأهمية النسبية، يعني ممكن تبص تلاقي مثلا الأهمية النسبية للنفقة في صناعة الأثاث، المكاتب والكراسي والطاولات، كل هذه الأنواع تحتاج إلى مادة خام أساسية وهي الخشب، وفي مادة خام أخرى ثانوية وهي الغراء، المادة اللي بنلزق بيها الخشب المقطع عشان نصنع منه المكتب أو الكرسي، سواء الغراء أو المسامير. فممكن تكون مادة الغراء أو المسامير، رغم أن ممكن يسهل عيني بالعين المجردة أن أنا أقول عليها مباشرة، إلا أنه نتيجة أن مبلغ المسامير أو الغراء لو قارناه بالمادة الخام الأساسية الخشب هنلاقي مبلغه قليل جدا، وبالتالي ممكن يصنف على أنه غير مباشر. في سؤال هنا، ما هو أثر التقدم التقني أو التكنولوجي
على العناصر المباشرة وغير المباشرة. الأثر هنا ترتب على ذلك زيادة نسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة وانخفاض نسبة التكاليف الصناعية المباشرة. ما السبب؟ لأن زمان لما كنا بنعتمد أكتر على العامل، مفيش تكنولوجيا تصنيع بالآلات والمعدات الحديثة، كانت معظم التكاليف تكاليف مباشرة تتمثل في الأجر الذي يدفع للعامل. أما بعد دخول التقدم التكنولوجي وظهور الآلات الحديثة انحصر دور العامل، وبالتالي قلت التكاليف الأجور اللي هي التكاليف المباشرة، بدأ انخفاض في نسبتها، وبدأ يرتفع في التكاليف الصناعية غير المباشرة، حيث أن وجود الآلات والمعدات نتيجة التقدم التكنولوجي يحتاج إلى تزييد وتشحيم ووصلات كهربائية واستهلاكات أخرى للآلات والمعدات، فأدى إلى زيادة وارتفاع نسبة التكاليف الصناعية الغير مباشرة.